السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونكت بلس لجريد 1. كنا وصلنا في الفيديو اللي فات اللي احنا اخدنا ليسون 3 في يونت 3. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 4 في يونت 3. نيجي هنا عندي نشوف الفوكاب اللي عندي في ليسون 4. هنا عندي نمبر 1 سوينج. سوينج هنا هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن اسماء الالعاب اللي انتوا بتلعبوها. هنا اول حاجة عندي المرجحة، اسمها ايه المرجحة؟ سوينج. سوينج نمبر 2 الزحليقة اسمها سلايد. سلايد خدوا بالكم عشان متتلخبطوا بين سوينج المرجحة والزحليقة اسمها سلايد. سلايد نمبر 3 هنا عندي دي جديدة عليكو، اسمها راوند اباوت. راوند اباوت يعني لعبة الدوارة، اسمها كده لعبة الدوارة راوند اباوت. حاولوا توثقوا كل كلمة بالصورة بتاعتها. يبقى دي هنا عندي اسمها سوينج، سلايد، راوند اباوت. ذا نيكست وان هنا عندي ايه؟ كلايمبينج فريم. كلايمبينج فريم the next one climbing frame. climbing frame اطار القفز اللي انتوا كده بتنطوا من عليه اسمه climbing frame. the next one jump rope. خدوا بالكم ان دي مش jump rope اللي ينط الحبل، لكن هي اسمها حبل القفز نفسه. الحبل اللي انا بنط عليه نفسه اسمه jump rope، لكن بينط الحبل هقول jump a روب. يبقى دي هنا عندي فيرب، لو قلت جامب اروب انا هنا مش عايزة الفيرب، انا عايزة هنا عندي النون كلها. يبقى الكلمة دي كلها على بعضها ده اسم الحبل نفسه اللي انا بنط عليه اسمه جامب روب. جامب روب هنا عندي دي نون جامب روب. the next one ride my bike. خدوا بالكم بقى ان كلمة ride دي هنا عندي فيرب معناها بيركب. ride my bike يعني اركب دراجتي. ride my bike. انما لما يجي لي جامب روب وهنا ما فيش حرف الا، يبقى دي كده نون يعني اسم، معناها ايه؟ حبل القفز نفسه ان انا بنط عليه. again climbing frame jump rope ride my bike. the next one throw a ball. خدتوا بالكم ان هنا عندي حرف الا عشان كده throw ده هنا عندي verb. throw a ball يعني يقذف الكرة او بيحدف الكرة. throw a ball. how many كم عدد؟ انا عملت لكم فيديو منفصل لشرح ال how many، فيديو حلو جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس هنا تحت الفيديو، يا ريت تشوفوه. repeat after me. swing 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 slide 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 round about round about round about round about climbing frame climbing frame climbing frame climbing frame jump rope jump rope jump rope jump rope ride my bike ride my bike ride my bike ride my bike throw a ball throw a ball throw a ball throw a ball how many how many how many عندي هنا معناها كم عدد. how many معناها كم عدد، لازم يجي بعديها plural، لازم يجي بعديها الكلمة اللي بعديها تكون plural تكون جمع، لان هو بيسألك how many كم عدد، يبقى الكلمة اللي بعديها لازم تيجي بعديها plural يعني كلمة جمع، وبجاوب عليها بنمبر. بجاوب عليها بنمبر هنشوفها مع بعض هنا خلال الفيديو. هنا بيقول لي read and learn يعني اقرأ وتعلم. يبقى هنا عندي sentence to every picture يعني هو جايب لي sentence جملة كده قدام كل صورة. number one I play on the climbing frame which picture هي؟ I play on the climbing frame. number two I play on the slide. I play on the slide. number three I play on the swing. I play on the swing. I play on the roundabout. again I play on the climbing frame. excellent. I play on the slide. I play on the swing. I play on the roundabout. Excellent.
نركز بقى مع بعض، انا هقولها لكم كده سريعا، انما في الفيديو انا كنت شرحها بطريقه مفصله جدا، عشان كده هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. طيب هاو ميني هنا معناها ايه؟ كم عدد. هاو ميني كم عدد، وشرحت لكم ان لازم يجي بعديها ناون ويكون بلولر ويكون جمع. قلت لكم مش شرط ان يكون الجمع ده في اس، لان هنا عندي كلمه تشيلدرن دي كلمه شاذه ومعناها الاطفال، يعني هنا عندي تشيلدرن هي ما فيهاش اس، ولكن هي بلولر يعني جمع. هنا معناها ايه بقى السؤال؟ How many children like to play jump rope؟ يعني كم عدد الاطفال اللي بيحبوا ان هم يلعبوا jump rope، يعني حبل القفز. تمام؟ يبقى how many هنا بتيجي عندي في السؤال، لازم يكون هنا عندي question mark. طب الاجابة هنا بتكون عندي لازم تكون بايه؟ بنمبر، برقم. ما انت بتسألني كم عدد، لازم انا اجاوب عليك برقم. هنا بقول لك 6 children، يعني 6 اطفال. Number 2، how many children like to play football؟ كم عدد الأطفال اللي بيحبوا يلعبوا الفوتبول؟ هنا بقول لك one child. one child يعني طفل واحد. one child، خدوا بالكوا ان هنا عندي child دي مفرد يعني طفل واحد، الجمع بتاعها children. children يعني أطفال، عشان كده هنا لما قلت one مفرد قلت one child، مينفعش اقول one children، لكن هنا طالما العدد اكتر من 1 بقول عليه children. children. وركزوا معايا، عندي سؤال تاني مهم جدا، بيقول ايه؟ what do you do at the park؟ معناها ايه what do you do؟ لغاية هنا بس عايزين نعرف معناها ايه. what do you do يعني ماذا تفعل at the park، في الملاهي او في المنتزه. what do you do، يبقى what do you do ماذا تفعل، وما تستغربوش ان انتوا هنا عندكم do وهنا عندكم do، يبقى هي معناها what do you do ماذا تفعل. ممكن احط بعديها اي مكان، ممكن اقول لك what do you do at the park، ممكن اقول لك what do you do at school، بتعمل ايه في المدرسه. what do you do in the sea يعني بتعمل ايه في السي. طب هنا هجاوب عليه واقول ايه؟ لا هنا بقول جملة كاملة بقى، هنا بشرح انا بعمل ايه. انا بقول هنا I ride my bike، يعني انا بركب الدراجة بتاعتي، عشان السؤال كان معناه what do you do at the park، ماذا تفعل في البارك. انا بقول I ride my bike يعني انا بركب الدراجة بتاعتي. تمام؟ ما تقلقوش حبايبي، انا مش ناسي اسماء الاطفال اللي جاوبولي على السؤال في الفيديو اللي فات، ولكن ان شاء الله هقولها في اخر الفيديو. نيجي هنا عندي بقى الجزء بتاع الاكسرسايز على lesson 4. number 1، put mark the correct answer. read number 1. we play at the park. yes or no? yes. excellent. number 2. I play on the climbing frame. excellent. yes or no? no. excellent. number 3. I ride my bike. Yes or no? Yes. Yes. Number 4. We play on the swing. Huh? No. No. Excellent. Number 5. I throw a ball. Yes or no? Yes. Yes. Number 6. I play on the slide. Slide. Yes or no? Yes. Yes. Excellent. I play. stop stop، نخلي بقى هنا عندي number 7 ونمبر 8 يجاوبونا عليه في التعليقات تحت، عشان ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقول اسمكم في بداية الفيديو او في اخر الفيديو. يبقى هنا عندي سؤال الفيديو النهاردة number 7 ونمبر 8، جاوب لي عليه في التعليقات تحت، واكتب لي your name، اكتب لي اسمك تحت الاجابة بتاعتك. تمام حبايبي، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول اسماء اللي جاوبوا السؤال ده في الفيديو. نيجي بقى هنا عندي لنمبر 2، rearrange. rearrange the following sentences or questions. number 1، عندي children play how many to like football. number 1، which number 1؟ how many. how many، قلت how many لازم يجي بعديها noun ويكون plural ويكون جمع. which word؟ how children. many. excellent. how many children like to play football. football. excellent. how many children like to play football. number 2. we number 1 we play on the swings. هنا عندي plural يعني جمع. again we
play on the swings. Number three. Let's read the sentence. A throw I ball. Number one. I throw. Throw the verb. I throw a ball. Ball. Excellent. I throw a ball. Number four. Park. You do what? At do the. Which number one? What? What? After what? Excellent. What do you? You do? Do. Excellent. What do you do? At. At. The. The. Park. Park. Excellent. Again, what do you do at the park? Excellent. Number five, with play, I rope my dumb. Which number one? I play. Play. With. With. My. My. Jump. Jump. Rope. Excellent. Again, I play with my jump rope. Number six, climbing. We on play frame the. Which number one? We. We. Number one. We play. Play on. On the. The climbing. Climbing frame. Frame. Excellent. Again, we play on the climbing frame. Excellent. Number seven, bike my I ride. Which number one? I ride. Ride my bike. Excellent. I ride my bike. I ride my bike. Excellent. Number three, supply the missing letters. هنا عندي number one. Read the word. Slide. Slide. Which letter? I. Excellent. Read the word. Swing. Swing. Which letter? W. Swing. Read the word. Roundabout. 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 Which letter? D. D. Excellent. The next one. The next one. Read the word. Climbing frame. Climbing frame. Which letter? B. B. Climbing frame. Which letter? M. M. Read the word. Jump rope. Jump rope. Which letter? P. P. P, jump, rope. O. O, excellent. Read the word. Throw. Throw. ينفع التي الوحدة تديني ث. Throw. Which letter? H. H. لازم يكون عندي التي H عشان أنطق ث. Throw. Read the word. Ride. E. E, excellent. Read the word. Bike. Which letter? I. Excellent. Read the word. Ball. Which letter? L. Excellent. Number four. Choose the correct word in brackets. Number one. We on the swings. We do what? We jump, play, run. Play. Excellent. We play on the swings. Number two. I a ball. بعمل ايه بالبول؟ Throw it look. Throw. Excellent. Throw. I throw a ball. Number three. I dot a bike. بعمل ايه في البايك؟ Play drop ride. Ride. Excellent. I ride a bike. Number four. I play the slide. I play what? In on to.
on. Excellent. احفظوها كويس قوي. I play on. I play on the slide. Number 5. Children. هنا عندي plural. Children like to play football. هنا عندي question. هنا عندي سؤال. وهنا عندي الانسر بيقول لي 9 children. 9 children. Which word? What? Who? How many? How many. Excellent. هتبقى how many children like to play football. Number 5. Write the missing parts using the following words. تعال نشوف هنا عندي الwords. Number 1. Swing. Climbing frame. Slide. Roundabout. Number 1. I play on the. هنا عندي في البيكتشر دي which word? Slide. Slide. Excellent. I play on the slide. يبقى هنا هكتب عندي slide و drop the slide. هنطلع نشطب عليها. Number 2. I play on the which picture? I play on the swing. Excellent. Swing. I play on the swing. The next one. I play on the which picture? Roundabout. Excellent. Round. قسموها كده على جزئين. Roundabout. عشان تحفظوها اسمها roundabout. بس بتتكتب جنب بعض على طول. Roundabout. Roundabout. Number 4. I play on the climbing frame. Excellent. Climbing. ودي برضو قسموها كده. Climbing frame عشان تعرفوا تحفظوها. Climbing frame. Climbing frame. The next question. هنا عندي نفس السؤال بس الكلمات متغيرة. هنا عندي ride, jump, rope, throw, play. Number 1. I dot on the swing. بعمل ايه على swing؟ ولاحظوا انا هنا عندي كلمة on. مين اللي بتيجي على طول مع on؟ Play. Excellent. يبقى هنا عندي number 1 play. I play on the swing. Number 2. I play with my ride or jump rope or throw. هم هنا بيلعبوا بايه؟ اسمه ايه ده؟ Jump rope. Excellent. I play with my jump rope. I play with my jump rope. برضو قسموا الكلمة الكبيرة كده. حاولوا تقسموها جزئين عشان تحسوا ان هي سهلة. Jump rope. Jump rope. Number 3. I dot my bike. ايه الكلمة اللي على طول بتيجي مع البايك؟ Ride. Ride يعني يركب الدراجة. I ride my bike. Number 4. I pull. بعمل ايه في البول؟ Throw. Throw يعني بيحدف الكورة. I throw a ball. وقبل ما انهي الفيديو انا حابة اعلن عن اسماء البنات والولاد اللي جاوبوا على السؤال اللي في الفيديو اللي فات. انا معايا كنزي ومعايا سما محمد ومعايا مصطفى محمد مغاوري. مصطفى محمد مغاوري وسما محمد وكنزي. بشكرهم جدا ان هم تابعوا الفيديو للاخر وحلوا السؤال. وان شاء الله استناكوا كمان في الفيديو اللي جاي تحلولي السؤال في الفيديو ده انا قلته في الفيديو ده النهاردة. يبقى ان شاء الله استناكوا واستنى اصحابكوا كمان يجاوبوا على السؤال ويسيبولي اسمهم في الفيديو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي في الكومنتس تحت. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هعلن على اسمائكم في بداية الفيديو كمان مش في نهاية الفيديو. وبكده حبايبي احنا انتهينا من lesson 4 في منهج connect plus في grade 1 في unit 3. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هناخد lesson 5. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا حبايبي وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي.